شكرا لكم سحر وشكرا حكمة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوز 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، بزيادة تقدر بنصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا. وأضافت الوزارة أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة للمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير والذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة التشغيل والضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجيا اعتبارا من اليوم الخميس، مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس. يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادات من أجل الحفاظ على كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية. في أسواق البترول العالمية، استمر النفط في تحقيق مكاسب وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن ما حد من المكاسب هو ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك بلس لزيادة الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 47% لتصل إلى 78 دولار و 78 سنت للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 74 دولار و44 سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 81% لتصل إلى $2.32 سنت للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.85% لتسجل $3.48 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك بلس لمنتجي النفط يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة. وأضاف نوفاك أن المجموعة قد تعدل الانفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر. واتفقت المجموعة على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء خفض طوعي من 8 أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر المقبل. ونفذ تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022. قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 5 سنوات، وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75% لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا، والتي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة. ارتفعت الأسواق الأوروبية خلال التعاملات مدعومة بأسهم شركة التكنولوجيا، وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.6% ليبلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع، ووصل مؤشر التكنولوجيا مكاسبه وصعد بنحو 1.8% إلى أعلى مستوى فيما يقرب من 24 عاما، وذلك بعد أن حقق مكاسب أيضا في الجلسة السابقة، كما صعد مؤشر الرعاية الصحية 1%. تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع لشهر الرابع على التوالي في إبريل الماضي، بينما يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا للتعافي. وأشارت وكالة الإحصاء الفيدرالية إلى انخفاض الطلبيات الجديدة بنسبة 0.2% على أساس شهري. وفي إبريل رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لعام 2024 إلى 0.3% من 0.2% في السابق، رغم أن ذلك أدنى من التوقعات لمنطقة اليورو.
أظهرت بيانات ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو 8000 طلب إلى 219000 طلب خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً للبيانات المعدلة على أساس موسمي. وبدأت سوق العمل في استعادة التوازن والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 بهدف إبطاء الطلب في الاقتصاد. اتسع العجز التجاري الأمريكي في إبريل حيث بددت قفزة في الواردات الزيادة الطفيفة في الصادرات. وكشفت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 8.7% إلى 74.6 مليار دولار في الشهر الماضي. وحدثت الوزارة بيانات مارس لتظهر تقلص العجز التجاري قليلا إلى 68.6 مليار دولار. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 1.3% في الربع الماضي بعد توسعه بوتيرة 3.4% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. أعلن البنك المركزي الكندي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%. وأرجع البنك المركزي الكندي قرار خفض الفائدة إلى أن معدلات التضخم عند 2.6%، وهي ضمن النطاق المستهدف في كندا والبالغ من 2 إلى 3%. ومن المرجح في الفترة المقبلة زيادة خفض الفائدة في كندا وكذلك في منطقة اليورو، مع انكماش قراءة أسعار المنتجين عن شهر مايو بواقع 1%، وهو الانكماش السادس على التوالي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحر وحكمة لاستكمال النشرة إليكم.